تنقل ميسي بين الأندية في سن السادسة منضماً إلى نيولز أولد بويز، وهو ناد محلي موجود في روزاريو، حيث لعب أكثر من 6 سنوات مطوراً مهاراته أكثر ومكتسباً قدراً أكبر من الخبرة، وأحاط نفسه بلاعبين مستقبليين محتملين. بينما هو في نادي نيولز كان ميسي يظهر أي نوع من اللاعبين سيصبح. خلال سنواته 6 في النادي قام بتسجيل قرابة 500 هدف، وأصبح عضواً في مجموعة 87 التي سميت كذلك لأنه كان شبه مستحيلاً التغلب على أولئك الناشئين منذ ولادتهم عام 87. أحبت الجماهير مشاهدة لعب ميسي، فلم يكن يسجل الأهداف بانتظام فحسب، بل يقدم أيضاً حيلاً كروية في الاستراحة. فتى مشاكس يركض بخطوات قصيرة وسريعة خلف الكرة، كان يمر بين اللاعبين بسهولة تامة. بدت مسيرته في كرة القدم موشكة على الازدهار، لكن في سن 11 تلقى ميسي خبراً كان سيعرض مسيرته في كرة القدم للخطر. إنه لاعب كرة قدم استثنائي، الأفضل في مجموعته، يعرف نادي نيولز أولد بويز ذلك عنه، لكن يمر الأطفال في سن النمو ويمتشق الصغار طولاً، ولا يمكنك التنبؤ بتلك السن، لكن ذلك لم يحدث مع ليونيل ميسي. مشكلة ميسي أنه بات واضحاً في سن 11 أنه لا ينمو بتاتاً، وتم تشخيص حالة نقص هرمون النمو لديه والتي عرضت مستقبله كله للشكوك. وكان الفتى الصغير مريضاً، ما شكل عيباً معيناً بالنسبة إليه، وكان يخشى ألا يهتم به بسبب ذلك. أراد أن يكون طويلاً سواء من الناحية الجمالية أم من الناحية الرياضية، فقد كان شغوفاً بكرة القدم. كان يريد أن يكبر ليلعب كرة القدم، وكان يخشى أن يرفضوه بسبب ذلك. قلت له لا تقلق، ستصبح أطول من مارادونا. لا أعلم إن كنت ستصبح أفضل منه، لكنك ستصبح أطول بالتأكيد. خضع ميسي للعلاج رغم أنه كلف عائلته قرابة $1,000 شهرياً خلال معالجته، وواصل اللعب لنادي نيولز مقدماً أداءً رائعاً كل أسبوع. لكن كانت الأمور توشك على التحول بالنسبة إلى ميسي اليافع. كان ميسي في تلك المرحلة لا يزال مع نيولز يحاول معالجة مشكلة ما إذا كان سينمو كفاية ليصبح لاعب كرة قدم. قال بعضهم إنه لن يصل إلى شيء. كان فريق ريفر بليت مهتماً بضمه أيضاً، لكن عائلته نظرت أبعد من ذلك، وكانت لها علاقات في كاتالونيا في إسبانيا. وفي سن 13 حظي بفترة تجريبية مع برشلونة، النادي الذي أراد ضمه إلى صفوفه مباشرة. سافرت عائلة ميسي إلى برشلونة بعد تلقيهم الموافقة على الفترة التجريبية، وسريعاً خلال تلك الفترة التجريبية أراد مدير فريق برشلونة الأول شارلي رياك ضمه حين رأى فيه موهبة. لكن للأسف بسبب سنه الصغيرة وحقيقة أنه لم يكن من كاتالونيا، تردد مجلس الإدارة في ضمه إلى النادي. إذا حاولت تخيل الناشئين في سن 13 خلال مرحلة تجريبية مع برشلونة، فليسوا أطفالاً عاديين نلعب معهم في الشارع، بل هم صفوة الصفوة. لكن حين دخل ميسي في تلك الفترة التجريبية لم يكن لدى أي أحد في برشلونة أوهام على الإطلاق، لقد كان صفوة ذلك النادي المميز والخاص جداً وعليهم ضمه إليهم.